السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود ياشيد شرفت له اكو حرن جن الكيغا وحو الله سبحانه وتعالى أبونا آدم عليه السلام أبو ري ساعد أقدم بيسا ساعدها الدنب مالك جمعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك وحو الرسول قال صلى الله عليه وسلم وحو الله سبحانه وتعالى آدم كأبو ري عن توبيو وكسو عن توبي أما كسو قادي لمان ألك قيبه سكال قدسا كدبنا وحي بني آدم كو أكل الدوانا ذين سيدا ألك بأكل الدوان يهي وحا بني آدم كمد كو عدعد يكو قد قدودا يكو مدمدو يوليب كل الركالي waxaa kale oo kamid ah kuwo jilicsan oo naxariis badan iyo kuwo adag oo dabeecad qallafsan waxaa kale oo kamid ah kuwo aad u xunxun oo dabeecad ahaan iyo sifo ahaan baxun iyo kuwo wanaagsan oo dhinac walba ka wanaagsan iyo waliba kuwo kale wuxuu alle subxaanahu wa tacaala jibriil u soo diray dhulka si uu dhoobo uga soo qaado مركاس بولكي كويري أعوذ بالله منك أن تنقص مني ألا أيان كاغم مغنغالي إن أدوح إغن نقصا ميسو آد إح أما آد إح ميسو مركاس بو جبريل إساقات تغي إساقو وإساقون وحباك سوقادين ألا أيو كلابتي سبحانه وتعالى وحو نيري إله يو أذيغ أيو لكو إغا كاسو مغنغالي أني قنوان سو أمان جليي كدبنا وحو الله سبحانه وتعالى أدري ميكائيل إساقنا الله أيو إساقن مغنقلي إساقنا وأوسو أمان قليي كدبنا وأوسو لابتي وحو نيري إسلا سيدي أويري جبريل عليه السلام مركاس بو الله سبحانه وتعالى أدري ملك الموت كدبنا للكي أيا سيدو كالي إساقن مغنقلي سبحانه وتعالى مركاس بو ملك الموت كو كويري اني غنا وحان الله او غم مغن غليا ان آن لابتو او آن فولين ام آن فولين وايو امر كيسا سبحانه وتعالى مركاس بو قيب والبا او للك كميد وحكسو عن توبي او اسكو دح ولاقي او ما اوسان كسو قادين هل قوب او كليا وحو وحكسو قادي عر عدا ايو عر قدودا ايو عر مضودا انتبا تاسو سبب النقطتي إن أي كلا قدسنا دام بني آدمكو مركاس بو سمد لكوري أو عيدي إسلح قليي أو إسكو قسي إلا أي كان نقطتي لوبو سي آدك إسكو هيستا كدبنا وحو ألا سبحانه وتعالى ملائك تكويري إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وحان لوبادا كا أبوريا بشر مركان لميستيرو أو أنكو أفوف روح دا السجود لمانتينا وحو ألا سبحانه وتعالى كا أبوري قعنتيسا سيؤسا إسكالويني سينين إبليسكا وحو كالدقاي بشر وحو جسد أما جير لوبكا سميسان أها أفرتانسانو مركاس بي ملائكتو إنتي سو مرين كا أرقا قحين مركي أي أركين وحانا اوغو ارغا غاها بدنا إبليسكا انتو سومرو ايو غراعي جيري كدبنا وحو جيركو اردواقي جيري سيدا لوبولا انججيي اوكالي وحو لها سلسال اما دواق سيدا سدرتد ايو الله سبحانه وتعالى وحو يري من سلسال كالفخار وحالغا ابو ري لوبو ادقل اول انججيي وحو إبليس كله جيري والله لقد خلقت لأمر عظيم والله وحالقو أبو ري أرين آد أوين مركاس بو إنتو أفكا كقالو قدال أغبيح جيري وحونا ملائكتكو أوران جيري
لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلت عليه لأهلكن كان هكبقنا ربقينا وسمد وحان قللنا هديلا إغسا لدو وان هلاقي دونا كدبنا وحو ألا سبحانه وتعالى ملائكتا كويري مركا نفتا كوأفوفا أود سجودا دمانتينا markii nafta lagu afuufay waxay naftu ka gashay madaxiisa markaas buu hindhisay kadibna malaa'igta ayaa ku dhaheen alxamdulillaah dheh markaas buu yiri alxamdulillaah kadibna alle ayaa ku yiri raximaka rabbuk markii ay naftu gaartay indhihiisa ayuu wuxuu eegay miraha jannada markay naftu gaartay calooshiisana wuxuu damcay cuntada markaas buu xeedxeetay oo isku dayay in uu istaago ka hor inta aysan naftu gaarin lugihiisa isagoo u degdegaya miraha jannada taasina waa marka uu alle yidhi subxaanahu wa tacaalaa khuliqa alinsaanu min cajal waxaa dadka laga abuuray degdega kadibna malaa'igta ayaa wada sujuuday dhammaantooda markii laga reebo ibliiska oo diiday in uu ka mid noqdo kuwa sujuudaya fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ilaa ibliisa abaa an yakuuna maca assaajidiin kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa aadam ku yidhi yaa aadam kooxdaas u tag lana hadal kadibna arag waxa ay ku dhahayaan markaas buu u tagay oo salaamay kadibna waxay ku dhaheen wacalayka assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa ku yidhi yaa aadam tani waa salaantaada iyo salaanta durriyadaada markaas buu aadam yidhi ilaahayow durriyadaydana waa maxay alle ayaa ku yidhi ikhtar ixdaa yadaya yaa aadam labadayda gacan mid ka mid ah dooro aadamow markaas buu yidhi waxaan doortay rabbigay midigtiisa rabbigayga labadiisa gacanna waa midigee markaas buu fidiyey gacantiisa waaba dhammaan caruurtiisa ka farcami doonta oo ku dhex jirta alle gacantiisa subxaanahu wa tacaalaa markaas buu wuxuu arkay rag ka mid ah oo afkooda nuur ka baxaya markaas buu nin ka mid ahaa nuurkiisa si gaar ah u soo jiitay aadam calayhi salaam markaas buu yidhi ilaahayow midkaani waayo wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa ku yidhi kani waa wiilkaaga daawuud markaas buu aadam yidhi ilaahayow cimrigiisa meeqo ayaad oga dhigtay wuxuu yidhi waxaan uga dhigay 60 sano wuxuu yidhi ilaahayow u ziyaadi cimrigiisa wuxuu yidhi maya haddaan cimrigaaga ooga jarayo mooye aadam cimrigiisuna wuxuu ahaa 1000 sano markaas buu 40 sano oo ka mid ahaa cimrigiisa oogu daray daawuud markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa arrintaas kitaab ku qoray oo malaa'igtana ku markhaati geliyey markii uu dhammaaday aadam cimrigiisa ayuu alle subxaanahu wa tacaalaa u diray malakulmowdka si uu nafta ooga soo qaado markaas buu aadam ku yidhi cimrigayga soo 40 sano kama dhinna malakulmowdka ayaa ku yidhi yaa aadam soo ma aadan siinin wiilkaaga daawuud wuxuu yidhi ma siinin waxna uma aanan hibaynin markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa ku soo dejiyey kitaabkii uu ku qornaa heshiiska waxaana ku markhaati furtay malaa'igta aadamna waa uu diiday oo inkiray owlaaddiisuna waa ay inkireen wuu halmaamay durriyadiisuna waa ay halmaameen wuxuu yidhi rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wassalaam inna awwala man jahada aadam qofkii ugu horreeyey ee wax diiday wuxuu ahaa aadam
وعن أبي بن كعب قال في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال فجمعهم لآدم يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسولا ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتابي أبي بن كعب أي وحال قوريي إسقو فسري آيادان أه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إن أويري وحو الله سبحانه وتعالى مالنكاس آدم أكل ميي لمان أولاد ديسا كفر عمدون تا إلا لقاقار يقيامها مركاس بو الله سبحانه وتعالى دمان تودا انتو ابوري او دمايستري كدبنا كهذا الشيي مركاس بو بلن اي عهد لغلي وحونا مرقاتي او غدغي ايغا نفتر كودا مركاس بو كويري ورسو ربينا ماهي وحي لهن بلا اما ها او ها وحو يري وحان اذن كوغو مرقاتي غلينيا تدبدا سامو ايو تدبدا دول وحان كلو إذن كوغو مرقاتي قلينا يا آبهينا آدم سي آدم مالنك قيامها أردهن إنكو ما آنان أوغين هدب أوغادا إن أو سنجيرين إله آن أدغا أهين ربي آن أنغا أهين نمجيرو عدنها إلى شريقيا لنا أوها إلى وذا جنين عبادة دا وحان إذن سو ديري دونا إرغوين سي أي إذن كغد ديغان بلن كيغا إيو عهدي غيغا وحان إذن كوغو سو دجين دونا كتاب كيغا وحي دهن وحان قرني إن آتهاي ربي غينا إيو إلهي غينا منا لهن ربي آن أذيغا أهين منا لهن إله آن أذيغا أهين وحي دمان تودا مالين كاس ألي سبحانه وتعالى أودا قرين طاعدا كدبنا أبهو دا آدم أيا إنتو آغي وحو أركي إن أي كجيران كوو مال قبين نو أه إيو كوو فقراء أه إيو كوو موقال قرحان إيو كوو آنا سيداس أهين مركاس بو آدم يري إله يو أدو مدى دا حداد ودا سنتدنا كدبنا وحو الله سبحانه وتعالى كيري يا آدم إني أحببت أن أشكر أنيغو حان جعلايستي إن لأيمه إن أيمه هاد عليان مركي لقاري آدم غيري ديسا وحو لبالامي ويلكيس الشيث وحو نباري ساعدها هبينكي إيو مالينكي إيو عبادوين كحلية داسي كدبنا وحو عرورتيسا كويري عرورتي ديي وحان أحيسي مراها الجنة دا وحو يري مركاس بي صوب بحين إيغو أرادين أيا وحانكا هرتمد ملائكتا إيغو وذي كرفانتيسا إيو حيلو عرفين لها إيو سيدو كلا وذي فاسس إيو قلبكي أي قبرغ أغو قدي لها يين مركاس بي كدهين آدم عرور تيسيي محاد دو نيسان أو آدراد نيسان أما محاد دو نيسان حقيت سكراد نيسان وحي دهين أبهينا وأوحنون سنيهي وحونا أباهن يهي مرها الجنة ذا مركاس بي كلهن إسكاللابتا أبهينا وأولما يستينو لشيسا كدبنا وأي أيما ذين حاو أي مركي أي أركتاي غراتي مركاس بي أسو لواتي آدم أو إسكود دي دي إن أي كهور إستاكتو مركاس بو آدم كويري إغا فوغو
oo naga dhexbax aniga iyo malaa'igta rabbigayga. Markaas bay nafta ka qaadeen oo si watir ah ugu dhaqeen biyo iyo sidri. Kadibna waa ay karfaneen, wayna qurxiyeen oo carfiyeen. Kadibna qabri iyo laxdi ayay u qodeen. Markaas bay ku tukadeen, kadibna intay qabrigiisa geliyeen ayay carrada ugu duugeen. Kadibna waxay dhaheen, Aadam Aadam caruurtiisiiyey, tani waa sunnadiina. Xaawana waxay ka dambaysay hal sano oo keliya. فاللهم أحسن خاتمتنا ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته